السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي مادة الفيزياء لغات. أعزائي الطلاب، النهاردة هحاول أقسم محاضرتنا بإذن الله. أول جزء منها هيتكلم عن قوانين نيوتن، هندرس إيه هي قوانين نيوتن وهنحاول نفهمها كويس جدا، وبعد كده هننتقل للجزء الثاني، مراجعة بسيطة على أجزاء المنهج اللي فاتت. تعالوا النهاردة بما إننا عايزين نتكلم على قوانين نيوتن أو 3 equations which is related with Newton's law أو الثلاث قوانين الخاصين بنيوتن. طب لازم نفهم إن الثلاث قوانين دول كان بيتكلموا عن physical quantity معين وهو اسمه الفورس، القوة. كتير من أعزائي الطلاب لو قلت له يعني إيه قوة مش هيعرف يوصفها بشكل علمي أو بشكل واضح، ومش هتقدر تحددها، أنت عارفها بس مش عارف توصفها. نيوتن حط ثلاث قوانين عشان يعمل ديسكرايب للفيزيكال كوانتيتي which is called the force. اول قانون افترض فيه ان الفورس دي لو مش موجودة يا ترى هيحصل ايه للجسم. تاني قانون افترض الفورس لو موجودة هيحصل ايه للجسم. تالت قانون اتكلم عن حاجة اسمها action and reaction. احنا هندرس الاول والتالت. فاول قانون بيحاول يقول لي what will happen if there is no force act on the body. تعالوا نتكلم مع بعض كده. اولا what's mean by the force؟ لو اتكلمنا عن الفورس بشكل عام هل هتقدر توصفها لي؟ هل هتقدر تعرف يعني ايه فورس؟ فورس بشكل عام احنا درسناها واحنا صغيرين بشكل بسيط جدا، بنقول الفورس is an external factor. يبقى الفورس دي external factor change the state of the body from rest to motion or motion to rest. يعني هي حاجة بتأثر على الجسم الريست تخليه يتحرك تخليه موشن، وحاجة بتأثر على الجسم الموشن تخليه يفضل ثابت في مكانه. وقلنا ان الوصف ده ما هوش دقيق جدا، فبالتالي لجأنا لديفينيشن اهم واقوى. تعالوا نتكلم، قبل ما نتكلم على الفورس لازم نعرف ان في حاجة اسمها linear momentum. يعني ايه اللينير مومنتم اعزائي الطلاب لو هنتكلم عنها؟ يبقى احنا عايزين نعرف حاجه اسمها اللينير مومنتم. يعني ايه كلمه لينير مومنتم؟ لينير مومنتم باختصار اعزائي الطلاب لو اتكلمنا عنها هنقول اللينير مومنتم is the product of the mass of the body and its velocity. يعني ان انا بعمل multiplication للماس اوف ذا بودي باي its velocity، بضرب كتلة الجسم وسرعته. ده الديفينيشن بتاعها اللي جاي من القانون بشكل بسيط جدا. يبقى linear momentum is the product of the mass and the velocity of the body. بشوفه ماشي بسرعة كام وكتلته كام، اضربهم في بعض. طب يا ترى ايه هي اليونت اللي بتقيسها؟ لو هنتكلم على اليونت انت بتقول لي mass في velocity، يبقى اليونت الطبيعي تبقى كيلوغرام متر بير سكند. هي دي linear momentum، ان انا اضرب الماس في الفيلوستي. طب يا ترى دي سكيلر ولا فيكتور كوانتيتي؟ لو بصيت هتلاقي ان الفيلوستي فيكتور واللينيا والماس سكيلر. سكيلر باي فيكتور هيديني فيكتور كوانتيتي. انا اقدر اقول ان اللينير مومنتم اتس كايند از ا فيكتور كوانتيتي. يبقى نوعها، نوع اللينير مومنتم بنقدر نقول هي ايه؟ هي فيكتور كوانتيتي. يبقى لو هتكلم عن linear momentum هقول ان linear momentum دي عبارة عن vector A quantity. طب لو سألتك give reason why the linear momentum is a vector quantity، عندي طريقتين. الطريقة القديمة ان انا اقول because it depend on magnitude and direction، ادي واحد. اتنين هقول it result from the multiplication of the vector quantity which is the velocity by a scalar quantity which is the mass. فطبيعي تطلع فيكتور طالما ضربت حاجة سكيلر في حاجة فيكتور. طب ايه علاقة اللينير مومنتم بالفورس؟ تعالوا نعرف مع بعض ونتكلم عن الفورس بعد ما فهمنا يعني ايه لينير مومنتم. احنا قلنا لما جينا نتكلم على الفورس كان في اولد ديفينيشن، تعريف قديم. التعريف القديم ده فعلا يبقى صح بس ما هواش دقيق، مش هيفهمها لنا. يعني كان بيقول لي لو انا بتكلم ان انا عندي static body، جسم ثابت، وعندي moving body، فبنتكلم ان الفورس دي external factor. التعريف بتاعها بسيط جدا، بيقول لي يا مستر الفورس دي external factor،
changing the state of the body from being rest to motion or from motion to rest. يبقى التعريف جاي من الشكل اللي قصادنا ده، بيقول لي الفورس از ايه؟ it is external factor. يبقى القوة عبارة عن external factor. بيعمل ايه؟ القوة وظيفتها ايه؟ change object state او phase from rest to motion or motion to rest. يبقى ده اول تعريف اتكلم عن الفورس، بيقول ان هي فاكتور بيحول حالة الجسم من الريست للموشن ومن الموشن للريست، يعني نقدر نقول اند فايس فيرسا والعكس صح. يبقى تاني تعريف الفورس اللي هو بنقول عليه تراديشنال وان از اكسترنال فاكتور ذات كان تشينج ذا ستيت اوف ذا بادي فروم بينج ريست تو موشن اند فروم بينج موشن تو ريست. يبقى هي فاكتور بيأثر على حالة الجسم، لو هو ريست يخليه يتحرك ولو هو بيتحرك يخليه ريست. وكمان ممكن نزود ان هو كمان بيغير الدايركشن اوف ذا موشن، يعني ممكن يغير اتجاه الحركه. زي كره التنس لو كره جايه لك اتجاه الموشن باتجاهك، مجرد ما تاثر عليها فورس تمشي في الاتجاه المعاكس. بس الوصف ده مش دقيق اعزائي الطلاب. ليه؟ لان هو جسم ممكن يكون بيتحرك فتاثر عليه فورس ما توقفوش، لا دي تزود حركته اكتر. زي عربيه مثلا بيزقوها 3 اشخاص، يجي فورس زياده، يجي شخصين تانيين يساعدوهم، فنبص نلاقي ان العربيه الموشن بتاعها زادت، يعني هي موشن وخليناها برضو تستمر في الموشن. فقلنا طب ما نقولها بشكل الذ، الفورس لا اما تديني بوزيتيف اكسلريشن لا اما تديني نيجاتيف اكسلريشن. يبقى نرجع هنا، بلاش نقول فروم ريست تو موشن او موشن تو ريست، اقدر اقول ان هو لو ريست بتخليني موشن يعني بتديني بوزيتيف acceleration او تديني نيجاتيف acceleration، يعني لا اما بتسرعني لا اما تبطئني. يبقى لو في قوه اثرت عليك لا اما بتسرعك لا اما بتبطئك. فنقدر نقول اعزائي الطلاب ان الفورس تعتبر دايركت بروبورشنال ويز acceleration، يعني نقدر نقول الاثنين accompany with each other، الاثنين مصاحبين لبعض، يعني مفيش فورس من غير acceleration. يعني لو جسم اثرت عليه قوة لا اما سرعته تزيد لا اما سرعته تقل. بلاش نقول بالريست الموشن والموشن الريست، نخلي التعريف ادق، نقول the force cause acceleration on the body، يعني من الاخر القوة وظيفتها ان هي تغير سرعتك. لو اثرت عليا قوة لا اما سرعتي تزيد لا اما سرعتي تقل. ومن هنا ظهر التعريف الجديد. احنا قلنا ان انا طالما سرعتي اتغيرت، فاكرين اللينير مومنتم اللي اتكلمنا عنها من شويه، قلنا هي ماس في فيلوسيتي، فمعنى كده ان طالما سرعتي اتغيرت اكيد اللينير مومنتم بتاعي اتغير. فاقدر اقول الديفينيشن الجديد للفورس ايه بقى؟ لو عايز اعرف الفورس هقول اعزائي الطلاب هقول ايه؟ هقول it is طيب rate of change of linear momentum. هي التايم rate of change of linear momentum. التايم rate of change of the linear momentum. يعني الفورس بتسبب تغير في اللينير مومنتم. يعني لو عايز اكتبها هقول الفورس equal rate of change in the linear momentum، يعني اللي change in the linear momentum over time. طب ممتاز جدا، واحنا عارفين ان linear momentum mass في velocity، ايه اللي هيتغير في الحالة دي؟ بتكون اللي بيتغير عندي ال velocity، يعني هقول هفك ال linear momentum وحط mass في velocity. طب velocity على time او change in velocity in unit time يديني mass في acceleration، وبالتالي هقدر اقول ان الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن، ونقدر نحطها في الماجيك ترينجل زي ما احنا متعودين. يبقى الفورس بتساوي ماس تايمز اكسلريشن. طيب الاكسلريشن ده فيكتور والماس سكيلر، لما اضرب حاجه فيكتور في حاجه سكيلر يديني الفورس اللي هو فيكتور كوانتيتي. يبقى لما اضرب حاجه فيكتور في حاجه سكيلر يديني الفورس
فيكتور كوانتيتي. طب لو جيت سألتك تاني why the force is a vector quantity، عندي طريقتين، انا بحب اكتب الاتنين ورايح دماغي، بقول first it defined by magnitude and direction، ادي واحد. اتنين هقول because it is the product of a vector quantity which is the acceleration with a scalar quantity which is the mass، وبالتالي بقول الفورس ايكوال ام اي. طب تعالى نرجع للماجيك تريانجل تاني اعزائي الطلاب، تعالى نبص كده الماس ايه الميجرنج يونت بتاعته، كيلو جرام، والاكسلريشن متر بير سكند سكوير. طب الفورس بقى هتتقاس بايه؟ كلنا عارفين النيوتن، يبقى الفورس بتتقاس بالنيوتن. تعالى نكتبها كده ونأكدها مع بعض، اكدوها كده معايا، يلا نبص، بصوا كده تعالى نكتب. يبقى احنا قلنا الفورس، نرسم الماجيك تريانجل مع بعض، نرسم الماجيك تريانجل مع بعض، الفورس بتساوي ام اي، الفورس بتساوي ام اي، ممتاز جدا. طب تعالى نتكلم على اليونت اللي بتقيس الفورس، احنا قلنا الفورس بتساوي ماس في اكسلريشن، يعني F equal MA. الاكسلريشن بتتقاس بالكيلو جرام، الماس بتتقاس بالكيلو جرام، والاكسلريشن متر بير سكند سكوير. فبالتالي اقدر اقول اليونت اللي بتقيس الفورس هي كيلو جرام متر اوفر سكند سكوير. كتير بيحب يحطها في ستريت لاين واحد، فاقدر اقول كيلو جرام متر سكند نيجاتيف 2. ممتاز جدا. اول مين ميجرنج يونت اللي احنا بنستعملها كلنا هي النيوتن، يبقى دي اشكال الميجرنج يونت اللي بستخدمها تو ميجر ذا فورس. طب وقلنا لو هتكلم على الكايند، لو هنتكلم على الكايند هنقول الفورس از ا فيكتور فيزيكال كوانتيتي، فيكتور فيزيكال كوانتيتي. طب لو هتكلم على الديفايس، ودي حته مهمه كتير من اعزائي الطلاب ما بياخدوش بالهم منها وهي موجوده عندنا في المنهج، ايه الجهاز اللي بيقيس الفورس؟ السبرينج سكيل او السبرينج بالانس. يبقى ده اليونت اللي بتقيس الفورس، ده الكايند، ده الديفايس. ممتاز جدا اعزائي الطلاب. احنا بقى كده اعزائي الطلاب اتكلمنا عن حاجتين مهمين، اتكلمنا عن الفورس بالاولد ديفينيشن، وقلنا هي فاكتور تشينج ذا ستيت فروم بينج جريسب to motion or from being motion to rest. ادي اول definition للفورس. قلنا لا في تعريف تاني، ايه التعريف التاني؟ قلنا هي rate of change of the linear momentum، هي تغير linear momentum. قلنا ان الفورس دايما بتكون accompany with the change in the velocity، يعني الفورس دايما بتكون مصاحبة بacceleration، يعني مفيش جسم تأثر عليه قوة او resultant force وتكون سرعته ايه؟ ثابتة. لو انا قلت لك جسم ماشي بيونيفورم فيلوستي يبقى كده الاكسلريشن بزيرو، اذا الفورس بزيرو، لان الفورس والاكسلريشن يعتبروا دايركت ريليشن ويعتبروا الاثنين مع بعض، يعني كانهم اصحاب. اي مساله يظهر لي الاكسلريشن بزيرو يبقى الفورس اكيد بايه؟ او الريزلتنت فورس اكيد بزيرو. ممتاز جدا لغايه دلوقتي. طيب احنا عرفنا ان الفورس بتساوي ماس تايمز اكسلريشن. تعالى نتكلم بقى عن نيوتن فيرست لو اند نيوتن ثيرد لو. نيوتن فيرست لو او قانون نيوتن الاول حاول يعمل ديسكرايبنج للبادي او الستيت اوف ذا بادي ان كيس اوف ذا ابسنس اوف ذا فورس. يعني ايه؟ حاول يوصف حاله الجسم بافتراض ان مفيش ريزلتنت فورس اكت اون ذا بادي. تخيل بقى كده معايا لو مفيش ريزلتنت فورس اثرت على الجسم، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بس قبل ما نتخيلها تعال نفتكر يعني ايه resultant force. resultant force هي اللي هي result from the summation of two او vector summation of two or more forces. يبقى resultant force دي هي عبارة عن مجموع التو or more forces مع بعض. فتعال نتكلم عن resultant force. احنا في منهجنا ده درسنا اربع احتمالات. اول احتمال لو التو فورسز اكت ان ذا سيم دايركشن، يعني لو انا عندي بادي
بيأثر عليه F1 وF2 والاتنين في نفس الدايركشن. تاني احتمال لو F1 وF2 كانوا في الأوبزيت دايركشن but they are not equal. تالت احتمال لو F1 وF2 act in the opposite direction but they are equal. رابع احتمال اللي خدناه في الفيكتور برودكت اند فيكتور اديشن لو كانت two vectors perpendicular to each other. يبقى احنا خدنا اربع احتمالات في منهجنا السنه دي بالشكل ده. تعال نشوف نحسب الفورس ازاي في كل حاله. لو القوتين كان بيأثروا في نفس الاتجاه على نفس الجسم ساعتها هقول ان السمشن اوف فورسز ايكوال F1 بلس F2. دي اسمها الريزلتنت فورس اللي هي القوة الناتجة من الاتنين دول. طب واتجاهها هيبقى في نفس اتجاههم. طب لو كانوا opposite direction ساعتها هقول ان الريزلتنت فورس بتساوي ابسوليوت F1 ماينس F2 بافتراض ان انا مش عارف مين الكبير فيهم، والحركة هتبقى في مين مع اتجاه الاقوى. يعني لو ال F1 ب 6 نيوتن وال F2 هتبقى ب 4 نيوتن ساعتها الجسم هيتحرك في اتجاه F1 بس بقوة 2 نيوتن اللي هو السبتراكشن. طب لو كانوا perpendicular هنا تقدر تقول بقى ان الريزلتنت فورس بحسبها بالفيكتور سميشن اللي هو ايه بايثاغورس F1 سكوير بلس F2 سكوير. طب اخر احتمال نحط جنبه نجمتين. الاحتمال ده ال two forces act in opposite direction and they have the same value. والاتنين قد بعض زي ما احنا شايفين كده، يعني القوتين عكس بعض وفي نفس الوقت مقدارهم قد بعض. ساعتها ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول ان الريزلتنت بتساوي زيرو لان الاتنين قد بعض، وساعتها بنقول ان الاكسلريشن طبيعي كمان تساوي زيرو. يعني الجسم هنا حالته هتفضل زي ما هي، لا هتزيد ولا هتقل لان الريزلتنت بيساوي ده ناقص ده وهم قد بعض. الحالة دي بنسميها equilibrium position او بنسميها البالانس بوزيشن، ان كل الفورسز اثروا على الجسم بس السمشن بتاعهم زيرو. يعني في الاخر الريزلتنت فورس بتساوي زيرو، يعني كل الفورسز act on the body canceling each other so they have no effect on the body. طب يعني ايه equilibrium position تاني؟ يعني two or more forces act on the body without changing its state. قوتين او اكتر اثروا على الجسم بس ما عرفوش يغيروا حالته لان هما كنسلوا بعض في الاخر، ودي الايكوليبريم بوزيشن، ودي اللي اتكلم عنها نيوتن في قانونه الاول. يبقى تعالى نكتب كده نشوف نيوتن قال ايه. نيوتن فيرست لو، يبقى ده اول قانون كتبه نيوتن، نيوتن فيرست لو. احنا قلنا القوه اعزائي الطلاب للجزء اللي شرحناه في الاول قلنا is accompany with acceleration، يعني القوه دايما بيكون مصاحباها الاكسلريشن. يعني معنى كده ان القوه كل ما تاثر على الجسم الاكسلريشن يظهر على الجسم او يحصل له تسارع او تبطؤ. كلام جميل. طب نيوتن فيرست لو تخيل افترض في قانونه الاول the absence of the resultant force. يعني ايه the absence of the resultant force؟ يعني افترض ان مفيش قوه بتاثر على الجسم. طب تعالى احنا نتخيل لو انا عندي static body زي القلم ده ثابت كده، نفترض القلم ده احنا مثبتينه بالشكل ده مثلا، ده static body، لو مفيش قوة اثرت عليه هيفضل محافظ على حالته، هيفضل static. وبالتالي الحكاية بالعكس، لو جسم بيتحرك طالما مفيش قوة اثرت عليه سرعته هتفضل ثابتة، لا هتزيد ولا هتقل. فنيوتن فيرست لو قال لي الكلام ده بشكل علمي وشكل بسيط جدا. قال لي ذا ستاتيك بودي كيبس اتس ستيت اوف ريست، الجسم الثابت هيفضل مدى الحياه ثابت. اند ذا موفينج بودي
keep its state of motion with uniform velocity in a straight line. واللي بيتحرك هيفضل يتحرك بسرعة ثابتة. كتير يقول لي الكلام ده غلط، اقول له لا اسمع القانون لاخره. راح قايل لي unless a resultant force act on it، يعني كلامي صح طول ما مفيش قوة أثرت عليه، لكن لو قوة أثرت عليه الاستاتيك ممكن يتحرك، واللي بيتحرك ممكن يحصل له positive acceleration أو negative acceleration. يبقى تعالى كده نفكر في قانونه تاني، the static body keep its state of rest، الجسم الثابت هيفضل ثابت. يعني أنا لو سبت القلم ده وجيت بكرة برضو هلاقيه ثابت على طول، لو جيت الاستوديو هلاقيه ثابت بكرة طالما مفيش قوة أثرت عليه وحركته. والجسم اللي بيتحرك هيفضل مدى الحياة يتحرك طالما مفيش قوة أثرت عليه وسرعته أو بطأته. فتعالى نكتب القانون كده مع بعض، هنقول the static body بيعمل ايه؟ keeps its state of rest، الجسم الثابت هيفضل مدى الحياة ثابت. and moving body برضو keeps its state of movement، يبقى الجسم الثابت هيفضل ثابت والجسم اللي بيتحرك هيفضل يتحرك with uniform velocity in straight line، وهيفضل يتحرك ب uniform velocity. يبقى the static body keep its state of rest and the moving body keep its state of movement with uniform velocity. طب القانون ده صح؟ قلنا لا، هنعمل تعديل عليه، هنقول ايه؟ unless it is acted by resultant force، الا لو في قوة أثرت عليه. يبقى هنقول the static body keep its state of rest and the moving body keep its state of movement with uniform velocity. وقلنا أهم حاجة الاختصار الأخير ده، قال لي unless it is acted by a resultant force، إلا إذا قوة أثرت عليه. يبقى في قانون نيوتن الأول الساينتست نيوتن افترض إن ال resultant force equal zero، يعني الاكسلريشن ايكوال زيرو، يعني افترض ان الجسم هيفضل بيتحرك بيونيفورم فيلوستي. واللي تحت ده اسمه الماثماتيكال فورمولا اوف نيوتن فيرست لو، الماثماتيكال فورمولا اوف نيوتن فيرست لو. يبقى نيوتن فيرست لو قال لي ايه؟ قال لي the static body keeps its state of rest while the moving body keep its state of motion unless it is acted by a resultant force، يعني الجسم الثابت هيفضل مدى الحياة ثابت واللي بيتحرك هيفضل يتحرك بسرعة ثابتة طالما ما فيش قوة أثرت عليه. يبقى في نيوتن فيرست لو افترض ال absence of the force، افترض ان انا ما عنديش قوة ايه موجودة، يعني ال summation of forces equal zero، ودي بنقول عليها الماثماتيكال فورمولا اوف نيوتن فيرست لو. ومن هنا ظهر كونسبت جديد، مفهوم جديد، المفهوم ده اسمه the inertia force. اكيد سمعنا عنها، مش اول مرة نسمع عن ال inertia force. ال inertia force دي اعزائي الطلاب قوة بتخلي الجسم يحاول يحافظ على حالته، يعني لو هو ريست بيدافع عن حقه ان هو يفضل ريست على طول، ولو هو بيتحرك برضه بيقاوم اي حد بيحاول يثبته. يعني ايه؟ مثال بسيط جدا زي الفان ارمز، when I cut the electricity from the fan it was moving I tried to stop it، وانا بحاول اوقفها لما قطعت عنها الكهرباء it resist and try to complete its motion، هلاقيها انها ما وقفتش، لا بتحاول تكمل شوية، بتحاول تحافظ على حالتها. زي انت بالظبط لو في العربية والعربية فرملت فجأة، انت كنت moving، العربية فرملت فجأة فبتحاول تتحرك،
فالانيرشيا دي بتخليك تحاول بجسمك تكمل حركتك لغايه ما في حد يقدر يوقفك، سواء فريكشن او حاجه وقفت في طريقك. يبقى زي ما بنقول ظهر مفهوم اسمه الانيرشيا، بيقول لي ان الجسم تند تو كيب اتس ستيت، الجسم بيحاول يحافظ على حالته، لو هو ريست بيحاول يفضل ريست، ولو هو موشن بيحاول يفضل موشن. يبقى بص هنقول الانيرشيا ليها تعريفين او طريقتين للتعريف. The body tends to keep its state of rest or motion. الجسم بيحاول يحافظ على حالته، سواء حالته دي كانت rest او موشن. طب ما نقولها بنفس الشكل بتعريف تاني، it is resistance of body, it is the resistance of body to change its state. هي مقاومة الجسم للتغير في حالته، يعني الجسم بيحاول يفضل محافظ على حالته، دي الانيرشيا. The body keep its state of rest or motion او resist the change in its state of or rest or motion، او بيقاوم اي حاجة بتحاول تغير حالته من الريست او الموشن زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب في امثلة ليها كتير، قلنا في امثلة ملهاش عدد، قلنا زي when the fan when I cut the electricity from the fan it's still rotating for a period of time due to the inertia force which tried to keep its state of motion، وزي when the car stops suddenly you rush forward بتبتدي تقع لقدام عشان الانيرشيا فورس which keeps the state of the motion of the body. هنلاحظ لو حد فهم قانون نيوتن الاول كويس جدا هيلاحظ ان الكلام اللي قاله نيوتن ما بيختلفش عن اللي قالته الانيرشيا فورس، الاتنين بيحملوا نفس المعنى. طب تعالى نشوف كده، نقول قانون نيوتن الاولاني بيقول لي the body the static body keep its state of rest while the moving body keep its state of motion. تعالى نقرأ القانونين كده مع بعض، تعالى نشوف قانون نيوتن الاول قال لي ايه. بصوا كده معايا، نيوتن قال لي the static body keep its state of rest، الجسم الواقف بيحاول يفضل واقف، والموفينج بادي keep its state of movement، الجسم الثابت بيحاول يفضل ثابت واللي بيتحرك بيفضل يتحرك. طب تعالى نشوف بقى الكلام اللي قالته لنا الانيرشيا فورس بقى، قالت لنا ايه الانيرشيا فورس؟ الانيرشيا فورس حملت نفس المعنى، قالت لي the body tend to keep its state rest or motion unless it is acted by a resultant force. يعني هنلاحظ ان الاثنين اتكلموا في نفس المعنى، تعالوا نسمعهم مع بعض تاني. نيوتن قال لي the static body keep its state of rest while the moving body keep its state of motion unless acted by a resultant force. طب اللي قالته لي الانيرشيا the body resist any change in its state rest or motion، الجسم بيحاول يقاوم اي تغير في حالته. عشان كده بيجي سؤال مهم جدا يقول لي نيوتن لو او نيوتن first law is called the law of inertia، قانون نيوتن الاول بنسميه the law of inertia عشان both of them try to keep the state of the body، كل منهم بيحاول يحافظ على حالة الجسم، لو هو static بيحاول يخليه على طول static ولو هو movement بيحاول يخليه movement على طول. يبقى تاني نيوتن first law والانيرشيا اعتبروا حاجة واحدة، الاتنين بيحملوا نفس المعنى. عشان كده لو قال لي نيوتن فيرست لو از كولد ذا لو اوف، هقول له ذا لو اوف انيرشيا، قانون نيوتن الاول اسمه اللو اوف انيرشيا. ممتاز جدا، يبقى تعالى كده عرفنا شويه حاجات عن نيوتن فيرست لو، تعالى نكتبها مع بعض. عرفنا ايه عن نيوتن فيرست لو؟ عرفنا اول حاجة الديفينيشن بتاعه، اول حاجة خدناها الديفينيشن بتاع نيوتن فيرست لو. تاني حاجة عرفناها عنه الماثيماتيكال فورم او الماثيماتيكال فورمولا، بعد كده اتكلمنا عن ماثيماتيكال
فورميلا، الصيغة الرياضية للقانون. قلنا نيوتن فيرست لو كان ليه صيغة بتقول لي ان السمشن اوف فورسز ايكوال زيرو، يعني الاكسلريشن ايكوال زيرو، ان الجسم ثابت هيفضل ثابت واللي بيتغير هيفضل يتغير. غير الماثماتيكال فورمولا عرفنا ان هو ليه انذر نيم، او زي ما بنقول نيك نيم، يعني ليه اسم مختصر ان احنا بنقول عليه لو اوف انيرشيا، قانون الانيرشيا فورس، لان الاثنين يحملوا نفس المعنى. اخر حاجة نتكلم عنها الابليكيشنز اوف نيوتن فيرست لو، تطبيقات لقانون نيوتن فيرست لو. هنقدر نقول ان نيوتن فيرست لو، تعالى نتكلم عنها في الصفحة لوحدها، نقول ابليكيشن اوف نيوتن فيرست لو. نيوتن فيرست لو عندي في الكتاب 3 ابليكيشن ليه، نيوتنز فيرست لو. قانون نيوتن ليه ثلاثة ابليكيشن اعزائي الطلاب. ايه هما الثلاثة ابليكيشن؟ تعال نشوف مع بعض ايه هي الاستخدامات بتاعت قوانين نيوتن. اول حاجة السيت بيلت او السيفتي بيلت، تاني حاجة الاير باج، اخر حاجة يبقى احنا خدنا السيت بيلت الاير باج موفمنت اوف روكت ان سبيس وزاوت كونسيومينج فيول، حركة الصاروخ في الفضاء من غير ما يستهلك. ونقدر نقول ان دول ابلكيشن للانيرشيا فورس برضه، ما هو نيوتن فيرست لو ما يختلفش عن الانيرشيا فورس. يبقى اول حاجه السيت بيلت والاير باج، حزام الامان او الاير باج، الاثنين ليهم وظيفه واحده، وظيفتهم ستوب انيرشيا فورس، فبيحميك من الاكسيدنت انك ما تصطدمش بالعربيه لما العربيه يحصل حادثه ولا اي حاجه. يبقى الاثنين دول وظيفتهم تو ستوب ذا انيرشيا فورس during accident in the car. طب الموفمنت ان ذا روكت ان ذا سبيس، احنا قلنا حسب كلام نيوتن الجسم اللي بيتحرك هيفضل مدى الحياه بيتحرك طالما مفيش قوه بتاثر عليه. طب تعال نشوف ده بيحصل في الارض، يعني انا لو عملت بوشنج ابول، لو انا شطت كوره مثلا، هل الكوره دي هتفضل تتحرك مدى الحياه؟ هقول لك لا طبعا، لان نيوتن قال لك unless a resultant force act on it، يعني انا كلامي صح طالما مفيش قوه اثرت عليه وقفته. في حالة الكورة، انت الكورة بتعمل فريكشن فورس وذ ذا جراوند، وبتعمل فريكشن فورس وذ ذا اير ريزيستنس، فبالتالي القوتين دول هما اللي بيوقفوا الكورة، اللي هو الفريكشن فورس والاير ريزيستنس، فريكشن فورس وذ ذا جراوند والاير ريزيستنس. نيوتن اتخيل ان مفيش قوة خالص فشال من دماغه الفكرتين دول. يعني انا لو في الفضاء جبت الكورة دي وبرضه عملت لها بوشنج دفعتها، الفضاء لا فيه اير ريزيستنس ولا فيه جرافيتي ولا فيه فريكشن فورس، فبالتالي الكرة دي حسب كلام نيوتن هتفضل ماشية بسرعة ثابتة في الفضاء لأن مفيش قوة أثرت إيه عليها. نفس الكلام ده بيحصل في الروكت. الروكت مجرد ما طلع الفضاء، رواد الفضاء بيطفوا المحرك. إمتى؟ بمجرد ما يبعدوا عن الإيرث جرافيتي والإيرث أتموسفير، لأن ساعتها مفيش أي قوة هتوقفهم، لا في فريكشن فورس ولا في إير ريزيستنس ولا في إيرث جرافيتي. فبالتالي مجرد ما طلع بالصاروخ فوق وقفل المحرك، الصاروخ هيفضل ماشي بسرعه ايه؟ ثابته من غير ما يستهلك بنزين، لان قلنا ذا موفينج بادي كيب اتس ستيت اوف موفمنت انليس ا ريزلتنت فورس اكت اون ات، وطالما ما فيش قوه بتوقفه هيفضل يستمر مدى الحياه بيمشي. طبعا الكلام ده انتوا بتحسوه غريب لان احنا طبعا عايشين على الارض، فالارض صعب جدا ان انا احقق الظروف دي، ان انا اخلي الريزلتنت فورس ايكوال زيرو، بل من المستحيل ان انا اخلي القوة بصفر، لكن في الفضاء ممكن احقق الشروط دي واعمل التجارب دي في الفضاء، لان لا في فريكشن ولا اير ريزيستنس ولا جرافيتي، فبالتالي الجسم اللي بيتحرك ما فيش اي حاجة هتوقفه، فهيفضل ماشي في مساره بسرعة ثابتة. حاجتين عايزين نأكد عليهم برضو، ان احنا قلنا الفورس صاحبتها مين دايما؟ الاكسلريشن، يعني طالما انت في قوة اثرت عليك ريزلتنت فورس اثرت، يبقى انت يو ماست جين اكسلريشن، لازم لا سرعتك تزيد لا سرعتك تقل، لو انت ماشي بسرعه ثابته لا يبقى الريزلتنت فورس ايكوال زيرو. تاني حاجه نعرفها ان الانيرشيا صاحبتها الماس،
يعني ايه؟ يعني كل ما الجسم الماس بتاعه كان اكبر، كل ما الانيرشيا فورس تبقى اكبر، فبالتالي صعب انك تحركه او صعب انك تبطئه او توقفه، لان الانيرشيا بتاعته كبيرة ايه جدا. عشان كده بنلاقي سهل انك توقف عربية، لكن مش سهل انك توقف قطر. ليه؟ لان الباس بتاع القطر كبير جدا، فالانيرشيا فورس بتاعته كبيرة جدا، فصعب انك تخليه change state from movement to rest. يبقى الفورس صاحبتها الاكسلريشن، والانيرشيا صاحبتها الماس. تعالوا بقى نتكلم عن نيوتن ثيرد لو. نيوتن ثيرد لو كلام غريب جدا، احنا ممكن نكون حافظينه من غير ما نكون فاهمين يعني ايه نيوتن فيرست لو. ده هي جملة بنرددها كتير، نيوتن فيرست لو جملة بنرددها كتير في حياتنا. ايه هي؟ تخيل مثلا انك قاعد على كرسي المكتب، وكرسي المكتب ده فيه عجل مثلا من تحت، وعندي وول، وعندي حائط قصادي كده. انت الفيرست بودي والوول السكند بودي. لو انت اثرت على السكند بودي اللي هو الوول بقوه اف 1 اللي هي بنسميها الاكشن، دفعت الحيطه لقدام، هتلاقي تبص ان الحيطه دفعتك للخلف والكرسي بتاعك رجع لورا. القوه دي بنسميها الري اكشن، قوه رده الفعل. يبقى اف 1 اللي هي الاكشن، وقوه اف 2 اللي هي الري اكشن. يعني انت لو دفعت الحيطه لقدام، الحيطه بالتالي بيجي دورها ان هي تدفعك للخلف او تزقك ايه لورا. ممتاز جدا. طب هنقولها ازاي؟ if the first body لو الجسم الاول اللي هو احنا act on second body، لو الجسم الاول اثر على الجسم التاني by force F1 اللي هي الرياكشن، the second body هيعمل ايه؟ will react on first body by force F2. يبقى نقولها تاني، if the first body act، يبقى القوة الأولى دي بنقول عليها الأكشن فورس. if the first body act on the second body by force F1، the second body will react، يبقى القوة التانية بنسميها الرياكشن، on the first body by force F2 equal in magnitude opposite in direction، بيساووا بعض في الماجنتيود وعكس بعض في الاتجاه. يعني ممكن أقول F1 equal negative F2، هم قد بعض لكن اتجاههم عكس بعض، وده نيوتن ثيرد لو. يبقى تعالوا كده نقولها بشكل عام، بنقول if the first body act on the second body by force F1، if the first body act on the second body by force F1، the second body will react on the first body by force F2 that is equal in magnitude opposite in direction. يعني الاكشن والرياكشن بيساووا بعض بس بيكونوا عكس الاتجاه. طب دي الصيغه العلميه الغير متداوله بشكل كبير، لكن في صيغه تانية احنا عارفينها. المثل ده بنردده كتير، for every action there is a reaction، for every action force there is a reaction force equal in magnitude opposite in دايركشن، بيساووا بعض في المقدار لكن هما عكس اتجاه بعض. يبقى اكتشفنا ان اي جسم بيأثر على جسم تاني بفورس اسمها اكشن، جسم تاني بيأثر عليه بقوة تانية اسمها رياكشن، ايكوال ان ماجنتيود اوبزيت ان دايركشن، بيأثر عليه بنفس القوة في المقدار لكنها عكسها في الاتجاه. طب في امثلة كتير ليها؟ طبعا عندك المثال اللي احنا قلناه بتاع الحائط واللي هو الموفينج شير. عندي مثال تاني، البيدلينج او التجديف في البحر او في النيل. انت بتعمل بوشنج ووتر باكورد، فتبتدي المركب تمشي بيك فورورد. فور افري اكشن ذير از ا رياكشن، قوه بتدفعك للامام. ومثال ليها الريكويلينج باي ذا شوتنج جان، لو انت معاك شوتنج جان او ويبن عامه، لازم تعمل فيكسينج ذا
ذا ويبن اون يور شولدر، لازم بتثبت السلاح على كتفك. ليه؟ تو افويد ذا رياكشن اوف ذا شوتنج جان، عشان اتفادى ردة فعل السلاح، لان فور افري اكشن ذير از ا رياكشن. يبقى هنقولها تاني، امثله ليها البيدلينج او السويمنج بشكل عام، حتى السباحه انت بتدفع الميه للخلف عشان تتحرك لقدام. فور افري اكشن ذير از ا رياكشن. مثال ليها تاني قلنا فيكسينج ذا جان اون يور شولدر تو افويد ذا ريكويل اوف ذا جان، عشان اتفادى ردة فعل السلاح اللي موجود معايا. مثال ليها تاني اللانشينج اوف ذا روكت، وده اول ابلكيشن موجود على نيوتن ثيرد لو، اللانشينج اوف ذا روكت او الموفمنت اوف ذا بالون. احنا لو مفترضين البالون اللي احنا بنلعب معاها، لو كنا عملناها بلوينج اند ليتت وسبناها وبعد ما نفخناها، هنبص نلاقي ان الاير هيتحرك لتحت، ساعتها بسمي دي الفورس اوف اكشن. ساعتها البالون هتتحرك في الاتجاه التاني بفورس اوف ري اكشن، وهي دي فكرة اللانشنج اوف ذا روكت، انطلاق صاروخ الفضاء. برضو قايم على نفس الفكرة دي، ان في جازس اسبوجد داونورد باي اكشن ذا روكت will move by reaction force، يبقى اللانشنج اوف روكت. خلي بالك عشان ما تتلخبطش، احنا كده اتكلمنا عن اتنين ابلكيشن خاصين بالروكت، اتكلمنا عن الموفمنت اوف ذا روكت ان ذا سبيس، اتكلمنا عن حركة الروكت في الفضاء. قلنا ان حركة الروكت في الفضاء دي بتعتمد على نيوتن فيرست لو او اللو اوف انيرشيا. اما اللانشنج اوف ذا روكت، اما انطلاق الصاروخ من سطح الارض، ده بتعتمد على نيوتن ثيرد لو. فور افري اكشن ذير از رياكشن، جازس او بيرنيك جازس ار بوشد داون وورد باي فورس اوف اكشن ويتش ليد بوشينج ذا روكت ان ذا اوبوزيت دايركشن باي فورس اوف رياكشن. هو ده الاكشن والرياكشن اعزائي الطلاب، ده كده نيوتن ثيرد لو. في سؤال مهم جدا بيذكر في كتاب المدرسة وكتير من أعزائي الطلاب بيتلخبطوا فيه. احنا بيقول لي the action and the reaction doesn't cause equilibrium، الاكشن والرياكشن ما بيسببوش equilibrium. يعني ايه ما بيسببوش equilibrium؟ احنا مش اتفقنا ان اي قوتين اثروا على جسم عكس الاتجاه وليهم نفس الماجنتيود بيحصل حالة equilibrium، يعني resultant force بزيرو والجسم ما يتحركش. طب ازاي احنا بنقول الاكشن والرياكشن have the same magnitude and opposite in direction ومع ذلك الاجسام اتحركت زي المثال البيدلينج؟ ما هو الاكشن قد الرياكشن، انا ازاي بتحرك؟ هنا بقى فيها تريكة كبيرة جدا. ايه هي التريكة؟ ده اعزائي الطلاب حالة الاكوليبريم، ده المقصود بحالة الاكوليبريم اعزائي الطلاب. ايه هي حالة الاكوليبريم؟ نفترض ان انا عندي بوكس كده، في جسم بيأثر عليه بفورس F1 وجسم الناحية التانية بيأثر عليه بفورس F2. ساعتها ولو F1 ساعتها هنقول لو قد F2 يبقى الريزلتنت هيساوي F1 ماينس F2 هيديني زيرو، ساعتها بقول الريزلتنت فورس بزيرو، ودي حالة الإكوليبريم. طب انت مش قايل لي في نيوتن ثيرد لو، تعالى نكتبها كده، نيوتن ثيرد لو قايل لي الرياكشن قد الرياكشن بس اوبزيت ان دايركشن، ما هو اف 1 قد نيجاتيف اف 2 هنا. الله، طب ازاي ما بيعملوش ايكوليبريم والمركبه بتتحرك او الروكت بيطلع في الفضاء؟ هقول لك لا، انا ضحكت عليك هنا. ازاي ضحكت عليك؟ بص يا سيدي، في المثال اللي احنا خدناه بتاع الموفينج تشير والول اللي احنا كنا اتكلمنا عنه ده، انا ضحكت عليك ازاي؟ الاكشن فورس ما اثرت على الحائط او على الول، اما الرياكشن فورس اثرت عليا انا. يعني بنقول ان الاكشن اثرت على الول، اما الرياكشن اثرت على التشير، على الكرسي ذات نفسه. ففي فرق كبير جدا. في المثال ده F1 و F2 act on the same body اللي هو كان البوكس، يعني F1 دي أثرت على البوكس
واف 2 اثرت على البوكس برضو، فبالتالي السمشن بتاعهم يديني زيرو. اما في حالة نيوتن ثيرد لو، الاكشن اثر على جسم اللي هو الحائط والرياكشن اثر على جسم تاني، فبالتالي كل جسم كان نصيبه قوة واحدة. يعني الحائط خد قوة واحدة اللي هي الاكشن، والجسم التاني او التشير خد قوة واحدة اللي هي الرياكشن، فبالتالي المثال ده غير ده خالص. الاكشن والرياكشن ما بيأثروش على نفس الجسم، ده الاكشن بيأثر على جسم والرياكشن بيأثر على جسم تاني. زي وانا بعمل بيدلينج، الاكشن اثرت بيه على الووتر، نزقت الميه لورا، اما الرياكشن اثر على المركبه ان هو حركها ايه لقدام. فكده الاكشن والرياكشن doesn't act on the same body. بيجي سؤال يقول لي why the action and reaction they are equal in magnitude opposite in direction they doesn't cause equilibrium position their summation doesn't equal zero. مجموعهم ما بيساويش زيرو، ما بيحققوش الاكوليبريم بوزيشن. ليه؟ هقول له عشان they act on two different bodies، عشان هو الاكشن والرياكشن مش زي حاله الاكوليبريم العاديه، لا ده كل قوه منهم بتاثر على جسم الواحد. من نيوتن ثيرد لو فهمنا حاجه مهمه جدا، فهمنا ايه؟ ان there is no single force in the world، مفيش قوه وحيده في الكون، اي قوه في الدنيا لازم تبقى اكشن ورياكشن. فهمنا ان الاكشن والرياكشن هاف ذا سيم كايند، من نفس النوع. يعني لو الاكشن جرافتي يبقى الرياكشن جرافتي برضه، لو الاكشن كانت بوشنج يبقى الرياكشن بوشنج، زي ما انا بدفع الحائط باكشن يرد عليا الحائط برياكشن. ان الاكشن والرياكشن doesn't act on the same body، الاكشن بيأثر على الفيرست بادي على السكند بادي، والرياكشن بيأثر على الفيرست بادي. هناخد مسألة كده أعزائي الطلاب يا ريت تركزوا معايا فيها ونحاول نتكلم عنها مع بعض، وفي وسط ما أنا بتكلم عنها هشرح لكم، هديكم سؤال. يعني هي المسألة ليها علاقة بالإيكويشنز أوف موشنز، وهحاول أديكم سؤال يربطها بنيوتن فيرست لو. تعالوا نبص مع بعض. أهم أسئلة أعزائي الطلاب عايزكم تاخدوا بالكم منها الجرافس. نفترض ان هو رسم لي جريف كده، وقال لي ان ال V 20 متر بير سكند، والتايم ده كان 4 سكند، وبيتكلم لي ان التايم هنا كان 8 سكند، فبيقول لي find the total distance covered by the body. عايزك تحسب لي عزيزي الطالب التوتال ديستانس covered by the body. انا هبص للجراف او للمسألة هقول خد بالك من حاجة عزيزي الطالب، ان دي مش مسألة واحدة، امال ده ايه؟ ده مسألتين. طب ازاي مسألتين؟ هقول لك الايكويشنز اوف موشنز عامة عندي ثلاث احتمالات، لا اما الجسم سرعته بتزيد، ادي اول احتمال، لا اما الجسم سرعته بتقل، لإما الجسم سرعته ثابتة، وهنا ممكن ما استخدمش الإيكويشنز أوف موشنز. يبقى أنا عندي ثلاث احتمالات، لجسم سرعته بتزيد ودي مسألة لوحدها، لإما جسم سرعته بتقل، لإما جسم سرعته ثابتة. كل حالة لوحدها ممكن أدرسها لوحدها، لكن ما ينفعش أدرسهم كلهم مع بعض. طب تعالى نشوف المثال اللي عندنا ده. في الأول سرعة الجسم كانت ثابتة، وفي آخر 4 ثواني سرعته قلت، يبقى دي مش مسألة. يبقى انا لازم ادرس الحتة دي لوحدها وادرس الحتة دي لوحدها. يعني ايه؟ يعني هقسمها، هقول بوينت A لغاية بوينت B، هنا الجسم كان سرعته ايه؟ ثابتة، ومن B لغاية C هنا الجسم سرعته بتقل، يبقى هدرس كل بيريود لوحدها لان حالة الجسم اتغيرت. فهقول عند بوينت A B انت عايز تحسب ال displacement، هقول لك اه، هلاحظ ان الفي انيشال كانت ب 20 اللي هي عند بوينت A، والفي فاينل كانت ب 20 اللي هي عند بوينت B برضو، والتايم كان ب 4 سكند. افهم من كده عزيزي الطالب ايه؟ افهم من كده ان الاكسلريشن عند الاي بي ايكوال زيرو، ما كانش في اكسلريشن عند البوينت اي بي، فبالتالي ممكن ما استخدمش الايكويشن اوف موشن. طب هحسب الديستنس ازاي؟ اقول لك الديستنس هنا velocity times time، لان الجسم ماشي بسرعة ثابتة، يعني 20 times 4 اللي هو يديني كام؟
اي تي متر. ده الكلام ده وانا بدرس الاي بي لوحدها. لو انا بدرس الاي بي هلاقي السرعه اللي بادي بيها زيرو، والسرعه اللي ناهي بيها بادي بيها 20، والسرعه اللي ناهي بيها 20. اذا الجسم ماشي بسرعه ثابته. طالما الجسم ماشي بسرعة ثابتة هقول له اذا الاكسلريشن بتساوي ايه؟ زيرو. طب احسب الديستانس ازاي؟ بالقانون العادي اللي هو ديستانس ايكوال فيلوسيتي تايمز تايم 20 تايمز 4 ايكوال 80 متر. وكده انا استخدمت القانون العادي من غير ما استخدم الايكويشن اوف موشن. تعال عند بوينت بي سي او البيريود بي سي. اول حاجة السرعة اللي بادي بيها اللي هي سرعتي عند البي كانت 20 متر بير سكند. طب عند السي سرعتي كانت بزيرو. طب والتايم من 4 لغاية 8 يعني تقريبا استغرقت 4 ثواني. ساعتها بقى هنا في اكسلريشن بس نيجاتيف اكسلريشن، فاقول الاكسلريشن ايكوال في فاينل ماينس في انيشال اوفر تي. يعني ايه؟ 0 minus 20 over 4 اللي هي دي negative 5 meter per second square. عايز بقى تحسب الديستانس اقول لك تمام، استخدم الايكويشن اوف موشن في اي تي بلس هاف اي تي باور 2. الفي انيشال احنا قلنا ب 20، التايم كان ب 4 يبقى كده 80 بلس هاف تايمز negative 5 تايمز التايم اللي هو 4 سكوير يبقى هيديني 80 ماينس 40 اللي هو يديني ايه؟ 40 متر. هقول لك تمام، يبقى انا حسبت الديستنس هنا والديستنس هنا، ممكن اجمعهم واحسب الديستنس كلها. في من اعزائي الطلاب بدل ما بيحلها كده بيحلها كجراف، يقول لك لو حسبت الاريا اللي تحت الجراف ده هقدر اجيب الديستنس. فبيحسب الاريا بتاعت الريكتانجل لوحده ويحسب الاريا بتاعت التريانجل لوحده ويبتدي يحسب الجراف. تمام. طب تمام، اخر حته بقى بنقول عليها اعزائي الطلاب ويتش بيريود، اني بيريود من التايم اي بي ولا بي سي ريبريزنت نيوتن فيرست لو. اني بيريود من الاثنين بيريود دول بيمثلوا لي نيوتن فيرست لو؟ او ده سؤال غريب عليه ده، اني بيريود بيمثل لي نيوتن فيرست لو؟ هقول لك اي بي. اشمعنى اي بي؟ اي بي الجسم كان ماشي بيونيفورم سبيد او يونيفورم فيلوسيتي. الجسم عند الاي بي كان سرعته ثابته، اذا الاكسلريشن بزيرو، اذا السمشن اوف فورسز ايكوال زيرو. يعني اقدر اقول ان البيريود اي بي بتمثل لي قانون نيوتن الاول، ان هو افترضنا ان مفيش قوه بتاثر على الجسم بدليل ان هو ماشي بسرعه ثابته. اعزائي الطلاب انا سعيد بيكم وسعدت معكم النهارده، اتمنى ان يكون شرحنا وافي باذن الله. في المحاضرات الجايه هيبقى في ريفيجن اكتر وحل باذن الله امتحانات. اتمنى ان انا اكون افدتكم النهارده، يا رب باذن الله تبقى بالتوفيق ليكم على طول يا رب كده باذن الله. واقول لكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.